على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة، انطلاقات أمسيتي اللقاية في هذا المساء الكبير في مساء الرموز مع شعاراتي وهجني أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة والمتنافسة في هذا اليوم مع هذا التحدي الكبير الذي يجمع هذه الشعارات وهؤلاء المضمرين الكبار والأكفاء. ننطلق بانطلاقة جديدة وتحدي كبير، شوطنا 24 الخاص باللقاية القعدان، تنطلق هذه الشعارات وتندفع هذه الأسماء والمركز الأول. أتابع صدارة شوط الطاغي على مقدمة هذه الأسماء، شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان يتقدم على صدارة شوط، ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الكبير اللي هناك محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري أبو عبد الله، يتابع هذا الشعار وهذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الكبير هناك. بينما المركز الثاني أتابع القدوم، أتابع الوصول، وصول من شاهين بشعار هجن الرئاسة على المركز الثاني، يتحرك بهذا المستوى وبهذا الانطلاق شاهين وشعار هجن الرئاسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون الميري على المركز الثاني مع هذا الانطلاق. المركز الثالث أتابع أيضا شاهين بشعار هجن الرئاسة، وعيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي يتابع هذا الانطلاق على المركز الثالث. المركز الرابع شوف القدوم والوصول من شعار هجن العاصفة في هذه اللحظات القادمة مع شاهين هناك بانطلاقتها وبحضورها غياث الهلال من يتابعها. المركز الرابع وصول كذلك من الفاتن بشعار هجن الرئاسة، وسلطان بن محمد الوهيبي يتابع هذا الشعار. المركز الخامس أو المركز السادس شاهين بشعار هجن الرئاسة، والمجازف بسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع. المركز السابع سلهود القادم هجن الرئاسة، تنطلق في هذه اللحظات وسلطان بن محمد الوهيبي يتابع لنا هذا المستوى وهذا الانطلاق. المركز الثامن نيشان اللي قادم بشعار هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتابع هذا الانطلاق مع نيشان. المركز التاسع الوصول والحضور والتقدم والهجوم والانطلاق في هذه الأثناء، انطلاقة شعار الزعيم هناك في هذا المستوى وبانطلاقة شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان يتقدم في هذه اللحظات هناك. بينما المركز العاشر ختاما لهذا النداء أجد لوسيل هجني إنتاج أم الزبار، سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يتابع لنا هذا المستوى وبهذا الانطلاق. ولكن العودة إلى بداية النداء الثاني، يا من تتابع يا من تراقب هذا المستوى وهذا الأداء الذي تقدم هذه اللقاية القعدان، مقدمة الشوط والطاغي طاغي بحضوره، طاغي بشعاره وبانطلاقته، شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نيان أبو عبد الله من يتابع الشعار الكبير، محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يتابع الهجن التراثية المنطلقة بانطلاقتها بحضورها وباندفاعها. روح يا أبو عبد الله، روح يا بن ياعد. بينما المركز الثاني أتابع انطلاقة شاهين الحاضر في هذه اللحظات، شاهين المنطلق في هذه الأثناء بشعار هجن الرئاسة، بدأ الضغط يتشكل من هذه الشعارات الكبيرة من هذه الأقطاب الكبيرة. هجن الرئاسة بدأت تنطلق بانطلاقة شاهين اللي غير على المقدمة، انطلق بصدارة شوط شاهين بشعار هجن الرئاسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري أبو سعيد المجازف هناك بانطلاقاته التاريخية باندفاعاته الاستثنائية، يتحرك شاهين شعار البندقية في مساء هذا اليوم يندفع وبكل قوة. المركز الثاني الطاغي على المركز الثاني بشعار
الشهري سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الأيان محمد بن ياعد الحميري، ولكن شاهين غير، انطلق عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي متابعا لشعار هجن الرئاسة والمركز الثالث. دخلت في هذه اللحظات هجن العاصمة مع شاهين وغياث الهلالي والمركز الرابع، شاهين بشعار هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بزيتون المهيري. لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ لمن الانتصار؟ هجن الرئاسة، هجن العاصفة، وهجن سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الليان، ولكن هجن الرئاسة، هجن الرئاسة مع شاهين بالمركز الأول. تنطلق بهذا الأداء هجن العاصفة على المركز الثاني قادمة مع شاهين وغياث الهلالي، و500 متر يا من تتابع هذا الانطلاق. هناك بانطلاقة شعار هجن العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة على صدارة الشوط، غادرت بهذا الأداء، غادرت بهذا المستوى هجن العاصفة وشاهين وغياث الهلالي، يغادر بناموس الشوط، يغادر بالانتصار بالتحدي وبالمستوى الكبير. سلام لهجن العاصفة، سلام، سلام لغياث الهلالي، سلام، سلام لشاهين، سلام مع لحظات الوصول والفوز بالمركز الأول. المركز الثاني الفاتن هجن الرئاسة مع سلطان محمد الوهيبي، المركز الثالث شاهين بشعار هجن الرئاسة مع عيسى بسعيد بعيسى الخيلي، المركز الرابع كان شاهين بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بزيتون الميري، والمركز الخامس أيضا كان سلهود بشعار هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع. العودة للتوقيت، الزمن لحظة الوصول 7:23 جزء واحد من الثانية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي وشاهين المركز الثاني. هناك الحضور 7:24:9 اللي كان على المركز الثاني هو الفاتن بشعار هجن الرئاسة والسلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث التوقيت الزمني هناك 7:25 6:00 كان شاهين بشعار هجن الرئاسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيري. تهانينا والناموس للجميع.